زوايا المراسلين وزميلنا زيدان زينكلو من تركيا. يسعد صباحك زيدان. وهناك زر للذعر فقد في التاكسي في الحالات الطارئة، ما هي القصة؟ صباح الخير ريم، صباح الخير راوية، وصباح الخير لجميع المشاهدين. طبعا زر الذعر في اسطنبول بدأ تطبيقه في سيارات الأجرة في اسطنبول نتيجة المضايقات وعمليات الابتزاز والسرقة وبعض أحيانا الشجار وأحيانا حالات القتل التي تعرض لها سائقو التاكسي. كانت هناك استجابة لمطالب السائقين بضرورة توفير الحماية اللازمة لهم، بالتالي تم إدراج الزر وما يسمى بزر الذعر. في حال أحس السائق بأي خطر يتم يضغط هذا الزر، أقرب وحدة شرطة أو أقرب فريق للبلدية لمنطقة الخطر يتوجه مباشرة إلى السائق. طبعا بعض السائقين رأوا فيها خطوة مهمة، لكن البعض الآخر يرى أنها غير كافية، واقترح أن يكون هناك زجاج عازل ما بين السائق وما بين الركاب منعا لحوادث مثل الحادثة الشهيرة التي شهدتها طبعا تركيا قبل عدة أشهر، عندما أقل سائق تاكسي في وقت متأخر من الليل أحد الأشخاص الذين كانوا مقطوعين على الطريق، تبين فيما بعد أنه لص وقام بقتل السائق وختم حديثه بقال له للسائق قبل أن يموت لا تفعل خيرا مرة أخرى. نعم، وهي أيضا يعني وضع مثل هذه الإجراءات والزجاج قد يحمي ليس فقط يحمي السائق ويحمي الراكب أيضا. هناك أيضا موضوع آخر عن وسائل التواصل الممنوعة في الخدمة العسكرية، ما هي تفاصيله؟ نعم، سيتم تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أفراد القوات المسلحة التركية وكافة موظفي الخدمة العسكرية قريبا. القانون تم المصادقة عليه من قبل البرلمان بانتظار أن يصدر بشكل رسمي بعد مصادقة الرئيس أو بعد إقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشره في الجريدة الرسمية. سبب تطبيق القانون، بداية فكرة هذا القانون جاءت من مقطع تيك توك نشره بعض الجنود في منطقة عمليات في شمال العراق. تم تحديد موقع القاعدة العسكرية من قبل مسلحين أكراد، وبالتالي كان هذا المقطع سبب في هجوم على هذه القاعدة قبل عدة أشهر. هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا هنا في تركيا، ما استدعى أولا إجراءات رادعة من وزارة الدفاع التركية وقيادة الجيش. الآن أي شخص يقوم بنشر صور أو فيديوهات أو حتى معلومات أو مشاركة بيانات شخصية من أفراد القوات المسلحة سيتم إدراج عقوبات شديدة بحقه، من ضمنها طبعا الحبس في وحدته العسكرية أو في السكن العسكرية التي يوجد بها. شكرا لك زيدان زينكلو زميلنا على هذه التفاصيل، ونتمنى لك كل التوفيق في الحدث السعيد الذي تنتظره بإذن الله.